مواجهة مرتقبة منتظرة قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة، أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. نستمع وإياكم إلى النشيد الوطني للدنمارك. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. بداية أحداث اللقاء، هاري كين، شيلويل يحصل عليها، بولسون يلعب كرة للأمام، يتدخل ليلهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. تغيير جميل للعب، يلعب كرة على اليسار، مساحة خالية على الجانب، أرنولد عدت الكرة، رحيم ستيرلينج، كرة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. يلعبها طولية، اللاعب يستلم الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بولسون يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، هندرسون، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول أن يلعب كرة بينية، أرنولد، كرة طولية إلى الأمام. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة، رحيم ستيرلينج، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعبها طويلة، جوميز،
المباراة. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. يلعبها طويلة على الطرف. كرة بالعرض، رأسية مذهلة، لم يكن محظوظا. هذه براءة كبيرة منا. يتفوق في المواجهة المدنية، يحصل على الكرة إريكسن. تمريرة قوية أكثر من اللعب على الطاير. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. وصلت إليه، يندفع بقوة إلى الأمام. غوميز يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول رحيم ستيرلينج، يحتسب الحكم ركلة حرة. بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. رحيم ستيرلينج، لمسة بينية، يبحث عن المهاجم هاري كين. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. هل يستغلوا الكرة الحرة؟ هل يسجلون من هذه اللقطة؟ يلعب كرة على اليسار، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. اليوم الأداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة طويلة إلى الأمام، هاري كين يمر ويلعب كرة بينية. هاري كين، تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. يحاول لعب الكرة بالرأس، صافرة النهاية. إذن لا يوجد فريق فائز. خيار الأخير، الحل الأخير، ركلات الترجيح. على الرغم من أنها 0-0، لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة. ينقذها الحارس، يا سلام، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الآن يتقدم اللاعب الثاني. ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الركلة الثانية، يلعبها في الجانب الأيسر. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، ثم مع الثالث الآن. سيطر على أعصابه وسجل.
سجل ضربة الجزاء ببراءة. ثالث منفذي الركلات. يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. كرة ضائعة مرة أخرى. الآن اللاعب المختص، لكن بالتأكيد عليه ضغط. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. أنهت هذه الركلة المباراة.